هل يدخل في صلة الأرحام أقارب زوجتي ووالديها وإخوتها وأخواتها وأزواج وأخواتها؟ أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام لكنهم أصحاب، وإنما أرحام لها هي، أرحام لزوجتك. وأما أنت فليسوا أرحاما لك، أبوها وإخوانها وأخواتها وأخوالها وخالاتها وأعمامها وعماتها وسائر قراباتها هم أقارب لها وأرحام لها هي، عليها أن تصلهم حسب طاقتها. وأما أنت فليسوا أرحاما لك ولكنهم أصحاب، أصحاب لك إذا أحسنت إليهم بالكلام الطيب والفعل الطيب هذا طيب، ولكن ليسوا من الأرحام الذين قطيعتهم قطيعة رحم، وإنما الإحسان إليهم من باب مكارم الأخلاق.